اليوم رح يكون فيديو طويل شوي، رح نتكلم فيه عن تفاصيل عمل الممرض في قطر من لحظة التعيين إلى لحظة الاستقالة. ركز كويس، يمكن الفيديو يكون طويل، لكن رح ألخص لك 3 سنوات قعدتهم في هاي البلد في هالأكم دقيقة اللي جايات، ورح أعطيك عناوين للفيديوهات القادمة كمان. هسا أنت ممرض، لقيت شغل في قطر وبعتوا لك الأوفر، وقعته واستلمت التذاكر وتسهلت، قاصد وجه كريم، وصلت إلى دولة قطر. تمام. مبدئيا راح توصل إلى دولة قطر، الكل بيقعد في سكن العزاب، حتى لو أنت متجوز، حتى لو زوجتك جايبها معك، حتى لو العقد أصلا كابلز، يعني أنت لقيت شغل وهي لقيت شغل، فراح تقعد هي مع البنات العازبات في سكن وأنت مع الشباب العزاب في سكن منفصل شهر أو شهرين، لغاية ما يطلع لكم إقامة وتفتح حساب في البنك وتستلموا أول راتب وتستأجروا شقة وغيره وغيره من هاي الإجراءات. توصل على قطر، مجرد ما نزلت من أرض الطيارة راتبك ماشي. يعني إحنا جينا في زمن الكورونا، كان أول أسبوع حجر صحي وعملوا لنا كل يومين فحص كورونا، لما تأكدوا إن إحنا نيجاتيف استلمنا شغل، الأسبوع هذا كنا نقبض راتب عادي. تقعد لك يوم أو يومين بالسكن، بعدين بيجيك إيميل، أنت على مستشفى الوكرة، أنت على مستشفى الخور، أنت على مستشفى حمد، كل واحد بعرف وين توزيعه. إذا بدكم فيديو منفصل عن السكن بس اكتبوا لي تحت بالتعليقات وأنا جاهز. بعد هيك بيجيك ايميل انه اتجه الى مستشفى حمد في الدوحة، في هناك مصبغة بيسلموك زي الرسمي اللي راح تلبسه لما تشتغل بالمستشفى. بعد هيك بتمر على شؤون الموظفين الرئيسية اللي بالمدينة الطبية برضو بالدوحة، مهما كان المستشفى اللي بدك تشتغل فيه، عشان تستلم الاي دي او الباج اللي هي تبعت المستشفى، عليها اسمك وصورتك. دخلنا على المستشفى، وين دوامك؟ في القسم الفلاني. بتروح على القسم، بتتعرف على الهيد نيرس، بتتعرف على الزملاء، بتتعرف على كل اشي بالقسم، من ايش بتكون، ايش الغرف اللي فيه، ايش الخدمات اللي بقدمها. في اشي اسمه التشارج نيرس، في كل قسم في 6-7 منهم واحد بيستلمك، هذا بيكون البريسبتور تبعك. تتذكروا ايام الجامعة كان في بريسبتور؟ برضو لما تتعين جديد في شيء اسمه البريسبتور، بضل معك 3 أشهر بعلمك كل شيء بالقسم، وهو مسؤول عنك إذا تعينت أو تثبتت وانت في شغلة واحدة مش فاهمها، هو اللي بنتحاسب. تستلم مفتاح خزانة، في بانتري أو غرفة استراحة للشباب، غرفة استراحة للبنات، فيها طاولات، فيها كراسي، فيها خزائن، كل واحد له خزانة، في كولر، في ثلاجة، في كل شيء بدك إياه. طبعا اول 3 أشهر البرنامج او السكيدجول تبعك نفس السكيدجول تبع البريسبتر تبعك، لانه كل يوم بده يدوم معك على نفس الشيفت، بده يشوفك تشتغل ولا لا. لا تنسى انه معظم زملائك مش عرب، اغلبيه المستشفيات راح يكونوا نص الممرضين هنود وربعهم فلبينيين، والاكم واحد اللي ضلوا كل واحد من بلد، فبدك تحكي انجليزي كويس. انا ليش بحكي هيك؟ لانه في ناس اجوا هون قالوا لك الرواتب بتتأخر، الدنيا حر، الجو مش عارف ايش، الزملاء مش عارف ايش، وبرضو انا مش جاي عبالي اتعلم انجليزي. اذا انت مش حابب تتعلم وتتطور لا تيجي على هالبلد. الدوام ملخبط، ما في حدا بثبت على شيفت، الكل بدوام يومين A يومين C، يوم اوف، يومين B يوم اوف، وبترجع بتقلب من اول جديد. الا اذا كنت في العيادات الخارجية، وهي اصلا ما بتوصلها الا بعد ما تشتغل 12-14 سنة في هاي البلد، راح يكون دوامك من 7 للـ 3. احنا عندنا الاي من 7 للـ 3، هون من 6 للـ 2. عندك البي من 3 للـ 11، هون من 2 للـ 10. عندك السي من 11 بالليل للـ 7 الصبح، هون من 10 للـ 6 الصبح. وعندنا العيادات من 8 الصبح للـ 4 العصر، هون من 7 الصبح للـ 3 الظهر. اول شيء بعرفوك على نظام ملفات المرضى اللي هو بسموه سيرنر. بتعمل اكاونت على السيرنر، بتختار يوزر نيم وباسورد. في نظام ثاني اسمه الأوراكل، هذا كل أمور الـ HR عليه، بدك تطلب إجازة، بدك تسجل إنك أخذت الإجازة، رجعت من الإجازة، بدك تعرف رصيد إجازاتك، بدك تطلب إجازة عادية، مرضية، اضطرارية، سنوية، كله عليه. بدك تطلب أي نوع من أنواع الورقة، شهادة لمن يهم الأمر، شهادة قديش راتبك، شهادة وين بتشتغل، كله على الأوراكل. إذا بدكم نعمل له فيديو منفصل كمان. كمان في موقع اسمه iHeed، هذا للدورات. في نوعية من الدورات بتكون إجبارية وفي نوعية بتكون اختيارية، بهمك جدا لأنه أغلبية الدورات اللي بتقدر تأخذها بتكون أونلاين. فبتعمل أكاونت على هذا الموقع، الموقع مجاني، مطلوب منك كل سنة 40 ساعة عشان تجدد رخصة المزاولة القطرية، فراح تظل مشترك فيه طول العمر، وكل سنة لازم تأخذ 40 ساعة دورات، سواء منه أو من مواقع ثانية أو دورات تحضرها شخصيا. برضو ضروري جدا إنك تعمل إيميل على إيميل حمد، ده يكون لك ايميل خاص لانه هون ما في ورق. التعميمات بتنبعت للكل بالايميل، الانذارات بتنبعت بالايميل، النقل بنبعت لك بالايميل، الفصل بنبعت بالايميل، اي عقوبه، اي مشكله، اي امر من الاداره بده يجيك بالايميل. فلازم تعمل ايميل، تحفظ الباسورد وتشيك عليه كل يوم.
بتعمل كمان ايميل على موقع اسمه IRC اللي هي المنظمة الأوروبية لإنعاش القلب، لأنه هون من ناحية الـ ACLS أو الـ BLS ما بيعترفوا بمنظمة القلب الأمريكية، فإذا بدك تأخذ دورة إنعاش سواء أساسية أو متقدمة بدك تأخذها على النظام الأوروبي. تبدأ في عملية الداتا فلو اللي هي في جهة اسمها الداتا فلو، تبعت لها شهاداتك على شكل PDF سوفت كوبي، بتأكدوا منها، بحكم على الجامعة هذا متخرج من عندكم ولا لا، بحكم على النقابة هذا عن جد اسمه عندكم ولا لا، وبرجع بقولوا لك كل الأمور تمام، تقدر تبدأ تدرس لامتحان البروميتريك. امتحان البروميتريك القطري إجباري عشان تضلك شغال، مسموح لك تقدمه 3 مرات وفي بعض الأحيان بتجاوزوا لحد 5 مرات. بعد الخامسة إذا رسبت راح أقولوا لك روح على بلدك، أنت ما راح تشتغل عنا. برضو البروميتريك إذا بدكم نعمل له فيديو منفصل من وين تدرس وكيف تدرس وشو من إيش بتكون الامتحان وكيف تنجح فيه وإلى آخره، برضو أنا جاهز. البروميتريك امتحان مش صعب، معظم الناس بتنجح فيه من أول مرة، وعبارة عن 150 سؤال، لازم تجيب نصهم يعني 76% عشان تنجح. وإذا كنت عندك رخصة مزاولة بريطانية أو أمريكية مسموح لك إنك تتجاوز الامتحان بس تدفع رسوم وتستلم مزاولة المهنة بدون امتحانات. على ما أذكر كل العملية من داتا فلو لامتحان لغيره بتكلف 1800 أو 2000 ريال. بلشت الدوام بالمستشفى، أول فترة بتتفرج شوي شوي بتمسك مرضى، ما في زي عنا أنه بتعرف تقيس ضغط روح قيس لضغط فلان، لا، في إشي اسمه كومبيتنسي، يعني كل سكيل تعلمتها سواء في كلية التمريض أو حتى بعد ما تعينت في بلدك لازم تعيدها هون كمان مرة قدام الهيد نيرس وقدام التشارج نيرس اللي هو بريسبتر تبعك، وتقنع أنه أنا بعرف أغز إبرة، أنا بعرف أعمل ECG، أنا بعرف كذا، لأنه في بعض الأشياء فيها اختلاف بين الأردن وقطر، فبدك تتعلم كيف الشغل حسب طريقتهم هم. بدك تعطي 3-4-5 إبر IM أو IV لحد ما يتطمنوا أنه أنت تعرف تغز إبر، بعدين بوقع لك على أول سطر أنا شاهد إنه بعرف يغز إبر، هاي كومبتنسي نمبر 1 جاهزة. ثاني يوم تعمل ECG لثلاث أربع مرضى، كومبتنسي نمبر 2 جاهزة. طبعاً السكيلز هاي أو الكومبتنسيز بتفرق من قسم لقسم. بعد هيك كل قسم له مجموعة من البوليسز بدك تحفظها وتتقنها وتفهمها ورح تنسأل عنها فيما بعد. بدك تعرف كيف بيعملوا أدميشن، كيف بيعملوا ديسشارج للمريض، شو يعني كونسنت فورم، مين مسموح له يوقع عليه، مثلا اعطاء وحدات الدم، اي اشي بتعلق بقسمك بدك تفهمه وتحفظه زي اسمك. في بروسيجرز معينه بتنعملش الا بقسمك برضو بدك تعرفها، زي الاي سي جي، زي قياس الفيتال ساينز، زي اعطاء الابر سواء IM او IV او سب كيو، زي اي اشي ممكن يخطر على بالك بدك تشوف قسمك شو الاشياء الكومون فيه وتفهمها. بالنسبه للدوكيومنتيشن فوق 14 سنه يعتبر ادلت، بينما بالنسبة للكونسنت فوق ال 18 يعتبر أدلت. يعني أنا بدي أكتب نيرسينج نوت لمريض، في نوت للأدلت ونوت للبيدياتريك، إذا عمره 14 سنة ويوم بكتب له نوت الأدلت، إذا 14 إلا يوم بكتب له البيدياتريك. لكن لو بدي مثلا موافقة حدا على العملية ما بنفع أقول المريض فوق ال 14 هو يوقع، لا، أبوه يوقع في الأشياء هاي فوق ال 18، فوق ال 18 القانوني. بعد ما تداوم بفترة يمكن 3 أسابيع أو شهر راح يعطوك سلفة 2000 ريال، طبعا هذول اختياري لأنه بعض الناس بيجي من بلده وهو معاه قرشين يكفوه أول فترة فبيرفض هاي السلفة، ما في مشكلة، لكن هي راح تنخصم من راتب أول شهر. طبعا نصيحة في هاي الفترة أول شهر إذا ما معك رخصة سواقة من بلدك احجز موعد لأنه غالبا الدور طويل، وطبعا رخصة سواقة لها فيديو منفصل. بعد هيك تتقدم بطلب الإقامة إليك، لما تجيك طلب الإقامة بعد حوالي 2 أو 3 شهور راح تكون إقامة إلك على كفالة مؤسسة حمد صالح لمدة 3 سنوات. أول ما تنزل لك الإقامة في تطبيق على التلفون اسمه متراش، هذا لكل المعاملات الحكومية، سواء بدك تجدد إقامة، بدك تعمل إقامة لزوجتك، لأولادك، بدك تجدد جواز سفر، بدك تطلع رخصة سواقة، لو بدك أي إشي عن طريق هذا التطبيق. مجرد ما استلمت إقامتك تدخل على متراش، بتحدد عنوانك، تكتب لهم أنا في منطقة كذا، في شارع كذا، في بيت كذا، في طابق كذا، في شقة كذا. بعديها بخصموا من بطاقة البنك أو من حسابك 10 ريال يعني دينارين، يبعثوا لك إياها إيميل. هاي البطاقة بتسحبها هي والإقامة القطرية تبعك وبتروح على البنك، في شيء اسمه تحديث البيانات، تيجي بتقول لهم هاي بطاقتي، هاي رقم الهوية القطرية، هاي رقم الجواز الأردني، هاي عنواني الوطني، فبيفتحوا لك حساب، وابتداء من هاي اللحظة بصير ينزل راتبك على البنك كل شهر. إن شاء الله تطبيق متراش له فيديو منفصل برضه. لو أنت متزوج مجرد ما وصلت لهي النقطة إنه صار معك إقامة، بتطلب عن طريق متراش إقامات لزوجتك وأولادك برضو على كفالتك أنت، بس هم إقاماتهم صالحة لمدة سنة وأنت لـ3 سنين. في هاي الفترة بتكون جهزت البيت،
قدامك حلين، يا اما بتسكنهم في سكن حمد يا اما تستاجر برا. لو بدك تضلك في سكن حمد بكل بساطه بتقول للاداره انه انا اهلي جايين الى قطر بتاريخ كذا وكذا، فبدي قبلها بيومين انتقل الى شقه عائله مش شقه عزاب. شقق العزاب غرفتين او ثلاث كل واحده بيكون فيها واحد، بينما شقق العائلات مختلفه، ما حدا بيسكن معك لحالك. فانت بتبلغهم انه اهلي جايين بعطوك شقه متزوج، او بقولوا لك مجرد ما دخلوا قطر اللحظة اللي بينزلوا فيها من الطيارة ببلش ينزل لك أو بصير إلك عنا بدل سكن. أول شهر تدفع بدل السكن منك تستأجر برا، وبالشهر اللي بعديه بينزل لك بأثر رجعي. لو بتكون أعمل للسكن فيديو منفصل برضو سهل. طبعا في ناس بأخذوا بدل السكن عشان يوفروا. ليش؟ بدل السكن للمتزوج 5000، ممكن تلاقي بيت ب4500 ب4200 ب3900 احيانا وتوفر الفرقيه. حتى العزابي لو اخذ 2500 برضه ممكن يسكن في شقه ثانيه مع شاب او مع شابين، يدفع له 5600 ويحط الباقي في جيبته. في ناس بتعمل هيك. طبعا ملاحظه مهمه جدا جدا، لو انت وزوجك موظفين واحد باخذ سكن والثاني لا، راح اتوقع على اقرار انه زوجتك غير موظفه بعدين يعطوك. هسه انت موجود هون وطلعت لاهلك اقامات وحددت امتى راح يجوا، قبل ما يطلعوا من بلدهم لازم يصدقوا شهادات الأولاد من المدرسة، من وزارة التربية، ومن وزارة الخارجية تبعت بلدك، الخارجية الأردنية اللي في عمان. نصيحة، أول مرة خليهم يجوا بشهر 6 أو 7 أو أوائل 8، لأنه لو يجوا خلال السنة الدراسية صعب جدا يتسجلوا في مدارس الحكومة، وطبعا الخاص غالي جدا جدا ما راح تقدر عليه أول فترة. لو يجوا بين الفصلين برضو مش سهل أنهم يقبلوهم. أنا أولادي إجوا بشهر 2، كانت الفصل الثاني صار له شهر مبلش وراحت عليهم سنة بكل بساطة. بالنسبة لأول مرة أهلك بيدخلوا البلد، التذاكر على حسابك، وبعد ما يوصلوا هون على البلد وتوصلك التذاكر. لنفرض أنت وقعت عقدك 1/3/2024، ماشي؟ ماشي. أول مرة جبت أهلك مثلاً 15/4، الراتب اللي بعديه اللي هو راتب آخر 4 بينزل لك بدل التذاكر اللي أنت دفعته. بعد هيك انت كملت 10 شهور 1/1/2025، بتصير كل سنة عراتب واحد اللي هو 28/1 ينزل لك بدل تذاكر. فاعمل حسابك على هذا الاساس. بالنسبة لبدل السكن، مجرد ما اهلك وصلوا البلد بصير يعد العداد، كل شهر 5000 ريال، يعني كل يوم 167 ريال، وكل سنة مجرد ما خلصت إقامتهم ولسه ما جددتهاش بتوقف بدل السكن لغاية ما تجدد إقاماتهم وترجع تبعت للإتشار إنه هيني جددتهم، ارجعوا كملوا لي كمان سنة. بالنسبة لتسجيل الأولاد بالمدارس، بما إنك موظف حكومة مسموح لك تحطهم بمدارس الحكومة، ومدارس الحكومة رخيصة جدا بالنسبة للمدارس الخاصة. راح تكلفك رسوم 150 ريال بالسنة زائد الباص. الباص كان 2000 ريال بالسنة، حاليا طلع قرار جديد شهر 9 الماضي انه صار 220 ريال بس. طبعا في مدارس خاصه، لو انت اردني في مدرسه اردنيه في قطر بتدرس المنهاج الاردني، لو انت سوداني في منهاج سوداني، لو انت فلسطيني في مدرسه فلسطينيه، لو انت سوري في سوري، وفي مصري، وفي بنغالي، وفي هندي، وفي فنلندي، وفي بريطاني. كل هاي المدارس بتدرس منهاج بلدها في جميع المواد، رياضيات، علوم، لغه عربيه، لغه انجليزيه، ما عدا شغله واحده التربيه الاجتماعيه والقوميه راح تدرسك منهاج قطر. طبعا لقدام راح نعمل فيديو مفصل عن المدارس نفرجيكم كل شيء عنها. بالنسبة للروضة، لو ابنك صغير او بنتك صغيرة، الروضات للقطريين فقط، فبدك تحط ابنك في روضة خاصة، وهاي الصراحة غالية، يعني اقل واحدة بدها 1000 ريال شهري. نرجع للشغل، الشغل فيه assignment محدد. لنفرض انه انت بالطوارئ، وترى الطوارئ مقسمة الخليجي لحال وغير الخليجي لحال، فراح تداوم يوم بالرجال خليجي، يوم بالرجال غير خليجي، يوم بالإنعاش، يوم على الاستقبال، يوم على الترياج، وهكذا. طبعا الميل للميل، فيميل للفيميل، انت كشاب ما راح تداوم في قسم الفيميل، والبنت برضو ما راح تداوم بالميل. عشان تعرف انت اليوم او بكرة على اي شيفت، واذا بدك تبدل مع حدا تبدل، في برنامج لحاله اسمه كلاريفيا، بتاخذ يوزر نيم وباسورد، بتصير كل يوم تطلع عليه، لانه ممكن يتغير برنامجك بدون ما يرجعوا لك، عادي جدا تستغربش. فانت اذا بدك تشوف برنامجك تفتح الكلاريفيا، اذا بدك تبدل مع حدا برضو بتبعت ريكويست للتشارج نيرس او الهيد نيرس انه انا بكره بدي داوم ايه بدل فلان او بي بدل فلان، وهو يا اما بوافق يا اما برفض. طبعا الك اسايمنت كل يوم، الك اسايمنت كل شهر.
في ستورز او مستودعات بدها حدا يشيك عليها، في ادويه بدها حدا يشيك عليها موجوده ولا لا، عددها قديش، الاكسبايري ديت تبعها مهم جدا، في اجهزه كل مده معينه بتنبعت الى الصيانه او بيجوا جماعه الاجهزه الطبيه بيشيكوا عليها، بدك تتاكد انه كل جهاز لسه ما اجى التاريخ المحدد لصيانته. في كراسي بدك تعدها، في اسره بدك تشوفها، في كثير شغلات، كل واحد بالقسم بكون عليه التشيك على شغله واحده لكل يوم. كل شهر برضه في ناس شغلتها تكتب طلبية الدواء، في ناس شغلتها تكتب طلبية الأكل، البانتري اللي بتقعد فيه في له طلبية لحال، شاي وسكر ونسكافيه هذا بيجيك. الأدوات العادية إلها ستور زي السرنجات والقطن واللزقات والشاش والأشياء هاي، والأشياء القابلة للإحتراق إلها ستور لحالها بسموه الهازاردز ماتيريال، كل واحد إله واحد شغلته إنه يشيك عليه. حتى الثلاجة اللي في البانتري في واحد من الكادر شغلته كل يوم يتأكد إنه الحرارة ما تزيدش او ما تقلش عن 3 إلى 4 إلى 5 درجات. كل اسبوع في طلبيه للمستودع، في طلبيه للادويه، في طلبيه للمي، قزاز المي الصحه هي بتجيك ببلاش. بدك تلاحظ انه في سياسه المستشفى في تمييز للمواطن القطري والخليجي بشكل عام حتى بالكي بي اي، يعني احنا هدفنا انه مثلا السنه الجاي نوصل انه في العيادات المريض الخليجي لا ينتظر اكثر من 10 دقائق وغير الخليجي لو 20 دقيقه معقول. هيك النظام بدك تعود. اشتغلت 3 شهور بنعمل لك ايفالويشن، بتعمل مقابله مع البرسبتر تبعك مع الهيد نيرس تبعك، بيجيك الدي او ان اللي هو منصب معين ما بين الهيد نيرس وما بين الميترون تبع المستشفى كله، في شيء اسمه الدي او ان اللي هو مسؤول عن 4-5 اقسام بيكون، فكل هاي العالم بتقعدك وبتسالك شو تعلمت في هاي 3 شهور. انت تعلمت مثلا 100 بروسيجر احكي لنا عن 5 منهم، انت حفظت 70 بوليسي احكي لنا عن 10 منهم، انت مثلا تعلمت 70 كومبتنسي اعمل واحدة او اثنتين قدامنا، وراح يسألك في البوليسي وراح يسألك في كل شيء. بعد هاي القاعدة راح تكون نص ساعة او ساعة او ساعتين حسب القسم، بيقرروا انه يثبتوك ولا تروح على بلدك. بعض الاقسام زي الاي سي يو اول شهر ايفالويشن، ثاني شهر ايفالويشن، ثالث شهر ايفالويشن، بعدين باخذوا مجموع او معدل الثلاثة وبقرروا انه يخلوك ولا تروح. طيب تعيننا واشتغلنا وكل شيء تمام، طبعا العقد تبعك 3 سنوات، خلصنا؟ لا، كل سنة في annual appraisal اللي هو التقييم السنوي، وبرضو إذا ما عجبتهم بتروح، وبرضو آخر 3 سنين بأخذوا معدل 3 سنوات بقرروا يجددوا لك كمان 3 سنين ولا تروح. كل 3 سنوات في جولة للجي سي آي، مش المستشفيات هاي ما يأخذ accreditation وعندها اعتمادية، كل 3 سنوات بيجوا بيعملوا جولة، طبعا قبل الجولة هاي ب4 أشهر في تحضير وفي 100,000 شغلة بدك تحفظها، وراح يعلموك إيش راح يسألوك، لو سألوك شو لازم تجاوب، ولازم تجهز حالك لانه اذا واحد من كل الكادر جاوب جواب غلط مش راح ناخذ الاعتماديه. طب خلصنا من كل هالحكي، هل الدنيا سهله والحياه حلوه؟ لا، كل كلمه بتكتبها في شيء اسمه اوديت. كل قسم في ممرض، الاساينمنت تبعك اليوم تفتح لي ملفات المرضى واحد واحد بتشوف كل ممرض ايش كتب. وفي ناس تكتب ايفالويشن ذكرها، ناس تعمل اسسمنت ذكره، ناس تكتب نوت ذكره، هذاك ما وقعش دواء معين ذكره، فانت فيش شيء بفلت منهم، كل حرف بتكتبه مراقب. طيب بعد كل هالحكي خلصنا ولا لسه في اشي؟ في اشي اسمه الاوفا، احنا في بلادنا بنسميه الانسيدنت ريبورت. لو انت بعت عينة على المختبر ما عليها اسم مريض مثلا، بتقوم الدنيا وما بتقعد وبنكتب في التقرير وبتصير فيها قصة، هذا بسموه الاوفا. لو انت مثلا سحبت عينة لمريض كتبت عليها اسم مريض ثاني بتصير مشكلة، لو مريض اخذ وحدة دم وصار عنده رياكشن بدك تكتب مجلدات ورا القصة هاي، فالدوكومنتيشن هون مشكلة. انا ليش بحكي هذا الحكي؟ مش عشان اسم بدنك، بس بدك تعرف انه مش راح يعطوك هذا الراتب العالي بالنسبه لك لله في لله، برضه في اشياء كثير وفي ستاندرد عالي انت مطلوب منك تشتغل حسبه. طيب قعدت في القسم 6 سنين 8 سنين 9 سنين، نفسي اصير تشارج نيرس، بدي اصير السينيور بهالقسم، بتقدم طلب، بعدين في كذا كومبتنسي بدك تتقنها، بدك تاخذ دورات في الاداره، بدك تاخذ دورات في الكواليتي، بدك تاخذ دورات في كثير شغلات، بعدين بتقدم طلب للإدارة، بعدين بيعملوا لك مقابلة طويلة عريضة بنخلوك تنخيل، بعدين بتصير acting charge nurse يعني قائم بأعمال charge nurse أو نائب charge nurse لمدة شهر شهرين سنة سنتين أنت وحظك لحد ما يقتنعوا أنه أنت بتنفع charge nurse. بعد هيك قعدت في القسم 12 14 15 19 سنة احتاجوا head nurse، اللي بده يقدم، قبل ما تقدم بده يكون معك شهادات، بده يكون معك دورات، بده تكون دورات متخصصة في الإدارة وفي الأشياء هاي، وبده يكون صار لك سنين في المستشفى أو في البلد وعارف نظام المستشفى كويس، وبرضه راح تنعمل مقابلة، وبرضه راح تكون acting head nurse لشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لغاية ما يقتنعوا بشغلك
وبعدين بتصير هيد نيرس عن جد. طبعا لما تصير تشارج نيرس شغله انه تصير بريسبتور للناس الثانيه هاي كومبتنسي لحال، يعني انت لما كنت ممرض جديد علموك الاي سي جي، هون لما تصير تشارج نيرس بدهم يعلموك كيف تعلم الناس الشغل. فمش مجرد ما صرت تشارج نيرس بدك تصير تعلم الناس الشغل، لا بدك تقدم على كومبتنسي وتاخذ دوره كيف تدرب الموظفين الجدد. ما في شيء اسمه اقدميه هون. ملاحظه مهمه، احنا عندنا في بلادنا اللي بيكبر او بصير قديم بالمستشفى بيطلب نقل على العيادات او على قسم مريح شوي. هون من جديد من شهرين تقريبا هذا الحكي اجت زياده لكل تمريض مستشفيات البلد ما عدا العيادات. فاذا بدك تطلب نقل على العيادات اعمل حسابك انه في 10% من راتبك طاره. طيب اشتغلت 10 و20 و30 سنه وبعدين بدك تروح على بلدك، شو بتاخذ عند الاستقاله؟ اولا طبعا راتب اخر شهر. رقم 2 بدل تذاكر لاخر سنه، هاي رقم كويس. رقم 3 بدل اجازاتك فلوس، ممكن انت بعد 20 سنه تلاقي حالك بدك منهم 50 يوم 70 يوم 90 يوم انت وحظك، فهذول بتاخذهم مصاري. رقم 4 مكافاه نهايه الخدمه، هذه تعتبر راتب شهر عن كل سنه خدمتها. يعني مثلا انت اشتغلت 20 سنه بنزل لك راتب 20 شهر طبعا من الاساسي مش الاجمالي، وطبعا في الاخير راح يعطوك براءه الذمه وشهاده الخبره. طب لو انا مستعجل مثلا انا طالع من هون على بريطانيا على المانيا على امريكا، بكل بساطه تعمل توكيل لاي واحد من اصحابك او قرايبك، هو بتابع لك هالورق هذا كله، وبتقدر انه تقدم طلب انه مثلا اخر يوم الي كذا بدي اطلع قبلها بشهر، او مثلا خلي كل اجازاتي في اخر شهر الي، بدل ما اترك مثلا 1/9 بترك 1/8. هل لازم تضلك هون لحد ما يعطوك كل فلوسك؟ لا طبعا، بكل بساطه اعطيهم رقم حسابك في بلدك، ولما يخلصوا اللي هو بعد ما تسافر باسبوعين ثلاث بيبعثوا لك كل مستحقاتك على حسابك في بلدك. الصراحه ما بروح عندهم اشي. كثير ناس روحوا وبعد ما وصل بلده بشهر وصلوا راتب اخر شهر. تابعونا في القناه، الفتره الجايه راح يكون في فيديوهات عن السكن، فيديوهات عن الشغل، فيديوهات عن التكاسي، فيديوهات عن كيف تطلع الرخصه، فيديوهات عن السيستم تبع المستشفى، فيديوهات عن المدارس. انتوا بس تابعونا وما عليكم. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. والسلام عليكم.